تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج يومي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. نقدم لكم هذا البرنامج ليكون عبارة عن نافذة مفتوحة ما بين هيئة الصحة ومؤسسات المجتمع وأفراده. نفتح في هذا البرنامج ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين ومع طموحات الهيئة وتطلعاتها التي ترغب في تقديم ما يسعد عملائها. وأيضا نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم. هذا محدثكم محمود يوسف العلي من التقديم، وفي الإخراج معكم الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق الأخت أشواق مسعد، وأيضا تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. يعني بداية أسبوع عامرة بالأنشطة والفعاليات، اليوم مع إشراقة هذا الصباح نحن على موعد مهم جدا منكون معكم في سياق هذه الحلقة مع مراسلينا الذين يتواجدون داخل فندق جراند حياة اللي سوف يشهد بعد قليل بإذن الله إطلاق حملة كون الأول في التبرع بالدم. ونحن نحاول ننقل لكم في بث حي ومباشر تفاصيل هذه الحملة وتفاصيل هذا الحدث، وأيضا ما نعطيكم كذلك مختلف المواضيع اللي راح تضمها أو يضمها تضمها هذه الحملة. أيضا اليوم كذلك تم إطلاق عدد جديد من البيان الصحي، هذا الملحق الذي يقدم ضمن صحيفة البيان اللي تصدر يعني حقيقة كل يوم أحد. هذا تعاون جديد ما بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة أو صحيفة البيان. في هذا الملحق في العديد من الأخبار. أيضا نحن مثل ما عودناكم من خلال برنامجنا مستمعينا مناخذكم كذلك على جولة سريعة ما بين أهم الأخبار التي تطالعنا بها الصحف المحلية والعالمية. خبرنا الأول يقول مشروع السياحة العلاجية يستهدف العديد من بلدان العالم. قالت الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي إن مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية الذي تتبنى الهيئة تنفيذه يستند في انطلاقته إلى مكانة دبي المتقدمة على خارطة السياحة الدولية وما تتميز به من فرص الاستثمار الواعدة عالمياً. وكشفت الدكتورة في حوار مع البيان الصحي عن البلدان المستهدفة من المشروع مؤكدة نحن نعمل على استهداف أي مريض أو باحث عن تجربة استشفاء مميزة في دولة من العالم في أي دولة من العالم، لكننا نركز بداية على نطاق جغرافي محدد يضم في مقدمته دول مجلس التعاون الخليجي، روسيا، دول جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبعض الدول الأفريقية. طيب هذا من السياحة العلاجية. من نروح على موضوع ثاني يقول الزواج يساعد على التغلب على السرطان. يعتقد علماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن المرضى الذين يعانون من السرطان إذا كانوا متزوجين فلديهم فرص أكثر للتغلب على السرطان. أجريت الدراسة على 800 ألف شخص كانوا مريضين بنوع واحد من 10 أنواع من السرطان، كفانا الله وإياكم شر هذه الأمراض، واللي تعتبر الأكثر تسببا في الوفاة. وتشمل الدراسة
أشخاص شخص المرض عندهم ما بين عامي 2000 و2009 ووضعوا تحت الرقابة حتى نهاية عام 2012. نقلت صحيفة الجارديان عن رئيسة فريق البحث ماريا يلينا مارتينيز أن آثار الزواج الإيجابية المتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي أكثر من الدعم الاقتصادي المادي للمرضى. وأظهرت النتائج أن الزواج له تأثير إيجابي على كل من النساء والرجال، وتأثير فعال بغض النظر عن اختلاف الجنس والعرق والإثنية. ما أدري شو يقصدون بالإثنية. المهم، وجد الباحثون أن الرجال البيض من غير العرق اللاتيني أكثر من غيرهم مقاومة لمرض السرطان، وكان احتمال موت الرجال السنجل أو العزب أعلى ب 24% من احتمال موت المتزوجين، وأما النساء غير المتزوجات أعلى ب 17% من المتزوجات. هذه دراسة ممكن يتغلبون على أمراض السرطان، وإن شاء الله ما تهم أمراض ثانية. يقول خبر ثاني، يقول شرب 8 أكواب مياه خرافة. هذا أشواق، شوفي لي بعدين إذا حصلنا وقت ممكن نكلم دكتورة وفاء عايش على الخبر هذا. الخبر يقول أن تشرب 8 أكواب من المياه يعني أن تتمتع بصحة جيدة. هذه نصيحة شائعة يتداولها كثيرون بهدف التمتع بصحة جيدة وشباب أكثر، لكن العلماء أثبتوا مؤخرا عدم دقة هذه النصيحة. فوفقا لأرسون كارول طبيب الأطفال مساعد عميد أبحاث الإرشاد في كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية، يعد شرب الكؤوس 8 مجرد خرافة لا منطق عمليا من ورائها. وأوضح كارول في مقال نشرته صحيفة إنديبندنت أمس السبت أن النصيحة الصحيح أن البشر بحاجة إلى ما يساوي 8 أكواب من المياه في اليوم، لكن العلماء يؤكدون أن هذه الكمية تشمل كذلك السوائل الموجودة بالخضروات والفواكه وغيرها. وتابع كارول أن العلماء لم يقصدوا أبدا أن يشرب الناس 8 أكواب من المياه يوميا. زين، يقول حصة من البقول يوميا تخفف الوزن. طيب، نتائج دراسة كندية جديدة قالت أن إضافة حصة واحدة من البقول يوميا إلى الطعام تساعد على فقدان الوزن الزائد. وحسب هذه النتائج التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يساعد تناول 130 جراما من العدس أو الحمص أو الفول يوميا لمدة 6 أسابيع على إنقاص الوزن. وتحتوي البقول على نسبة كبيرة من البروتين والألياف والزنك والحديد والفوسفور وحمض الفوليك وفيتامينات ومعادن أخرى، ما يجعلها خيارا غذائيا مناسبا لمن يريد إنقاص الوزن. وأجريت الدراسة الجديدة في مستشفى سان مايكل، واعتمدت على بيانات 940 شخص شاركوا في 21 تجربة سريرية، وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا يوميا ما يعادل 3/4 الكوب من البقول أو 130 جرام لمدة 6 أسابيع فقدوا الوزن مقارنة بمن لم يتناولوا البقول يوميا. وكانت دراسة سابقة أشارت إلى فوائد البقول للقلب، خصوصا خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. لا، أنا أبغي أكلم وفاء، لأن أيضا بعد كنت قاري مجموعة دراسات تقول أن البقوليات هي مبزين حق اللي يفكر أن يخفف الوزن أو اللي يشيل الكرش بالتحديد. لأن أتذكر كنت قاري دراسة كاملة فيها تفنيد لعادات كثيرة كنا نعتقد أن هي عادات غذائية سليمة، لكنها على حسب الدراسة تقول أن عادات غير سليمة. عموما، نحن عندنا فاصل توعوي، خلونا نسمع شو هو هذا الفاصل وبنرجع لكم. سعيد، انت شو كلت عشان تستوي لك هالأعراض؟ حساسية الطعام وايد مزعجة، وما يسببها الأكل بروحه، إنما أحيانا مجرد لمس الطعام أو استنشاقه.
أكثر الأطعمة اللي تحسس هي الحليب ومشتقاته مثل الزبدة والآيس كريم، البيض، القمح والصويا، الفول السوداني والجوز واللوز والكاجو، السمك والصدفيات مثل الربيان والمحار. الأعراض تكون أحياناً خفيفة مثل البثور، الحكة، سيلان الأنف والعيون. أحياناً تكون شديدة مثل ورم في الحلق، ضيق في النفس، الغثيان وحتى الإغماء. حساسية الطعام تصيب 5% من الأطفال و 2% من البالغين. ترتفع النسبة ما بين 4-8% من البالغين في الدول المتقدمة. ونصيحة يا سعيد، إذا رحت المطعم اسأل عن مكونات الأكل واطلب منيو مذكور فيه الحساسية. بس مو بكرد فعل الجسم هي حساسية، يعني إذا أكلت أكل هندي أصابتك حرقة في المعدة هذه مو بحساسية، هذه نتيجة طبيعية للتوابل. إذا صار معاكم أي حادث مرتبط بالطعام سووا فحص الحساسية عند الطبيب، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي وقسم الطب النووي بمستشفى دبي وبالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية دورة إقليمية حول استخدامات الطب النووي للمواد الصيدلانية المشعة، النظائر المشعة في التشخيص والعلاج، وذلك بمشاركة 20 طبيب وفني وفيزيائي طب من المتخصصين في مجال الطب النووي والأشعة والعلاج بالأشعة من داخل الدولة ومن الدول العربية المشاركة في المشروع العلمي الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الصحة بدبي. نحن من سلط الضوء على هذه الدورة ومن سلط الضوء كذلك على مجالات الطب النووي، معنا عبر الهاتف يعني الدكتورة جميلة السويدي مدير المشاريع العلمية بهيئة الصحة بدبي. بعد ما بيانا خبروني، خليتوني أنا أسترسل. زين، موجودة ولا بعدها؟ طيب، الدورة هذه كانت في تاريخ 13 و17 مارس الجاري، وكانت بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. شارك فيها محاضرون من النمسا والفلبين وبلجيكا، وتهدف إلى تطوير التشخيص والعلاج في تخصص الطب النووي للدول العربية في آسيا، وأيضا تدريب الأطباء والفنيين والفيزيائيين. دكتورة جميلة الحين معايا ظني، صح؟ مرحبتين. يا حياتي الله دكتورة جميلة مدير المشاريع العلمية في هيئة الصحة بدبي. أنا بديت أسترسل في الحديث عن الدورة لأن قالوا لي وش أنتم معانا على الهواء، لكن جزاك الله خير على وقتك دكتورة. بداية خلينا نتحدث عن هذه الدورة اللي صارت، يعني شو هي الدورة بشكل عام، شو الأشياء اللي ركزتوا عليها؟ نحن ذكرنا أن شارك فيها 20 طبيب وفني وفيزيائي من المتخصصين في مجال الطب النووي والأشعة من داخل الدولة وخارج الدولة. الله يسلمك، مرحبتين أخوي محمود، والسلام لمستمعينا الكرام، ونشكركم لاهتمامكم في هذا الموضوع الحيوي. هاي الدورة الله يسلمك من ضمن البرامج العلمية اللي نحن متعاقدين فيها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فعندنا برامج محلية وبرامج إقليمية. الدورة اللي أنجزناها في شهر 3 الماضي كانت على موضوع الطب النووي في مجال التشخيص، وركزنا أكثر على مجال العلاج. صحيح. اللي هو استخدام المواد المشعة عن طريق الحقن أو عن طريق البلع لعلاج الأمراض. كانت الدورة تركز بصورة رئيسية على الأمراض السرطانية، لأن المشروع من ضمن تطوير التقنيات النووية اللي تتعلق بالأمراض الغير سارية اللي هي الأمراض السرطانية والأمراض القلبية باستخدام تقنيات الطب النووي. جميل. فكانت الدورة حضروها تقريبا 20 متخصص، أغلبهم من الأطباء، وفي كان معنا حضور من الفنيين، فنيين الطب النووي،
وفيزيائيين، وطرقت لي جميع تطبيقات الطب النووي وخاصة في الأمراض السرطانية، وطرقنا كذلك للوقاية من الإشعاع في استخدام هذه المواد المشعة. طيب دكتورة، يعني من أهداف الدورة تأهيل متدربين من الدول العربية المشاركة كذلك على الاستعمال الأمثل لهذا التخصص الحيوي في مكافحة ومعالجة الأمراض، مع الحرص على تقليل التعرض للإشعاع غير الضروري. الحين أبغى أتكلم دكتورة عن هذا التخصص بالنسبة للوطن العربي بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. يا ترى أين وصلنا وما الذي نحتاجه لتطوير هذا التخصص؟ الله يسلمك. نحن يعني في مناطقنا من تقريبا بداية الثمانينات ونحن نستخدم تقنيات الطب النووي. طبعا المستشفيات كانت حتى قبل الثمانينات تستخدم المواد المشعة في مجال الطب النووي للتشخيص وللعلاج. في البداية كانت التقنية محدودة بتصوير سطحي، تطورت لتصوير مقطعي. في الوقت الحاضر التقنيات الحديثة هي تشمل تقنيتين، يصير تصويرها كأنه تصوير مركب يعني من تقنيتين، اللي هي تقنية الطب النووي وتقنية اللي هي للتصوير بالإشعاع بأشعة إكس أو بالتصوير المغناطيسي. فيدمجون هذه التقنيتين في جهاز واحد يسمى مثلا عندنا البت سي تي أو السبكت سي تي مثلا. فهذه تعتبر تقنية حديثة موجودة في بعض المستشفيات عندنا. فالوكالة من أهدافها أن هي تخلق كوادر محلية في دولتنا يعني وفي المنطقة كذلك تكون مؤهلة لاستخدام هذه التقنيات. هذه التقنيات لأن تشمل تقنيتين اللي هو تقنية الطب النووي وتقنية التصوير الإشعاعي، فبالتالي مستوى التعرض الإشعاعي يكون أكبر عن التقنية السابقة. صحيح. فعلى أساس أن نكون متأكدين أن إحنا نعطي الجرعة المناسبة ونعطي التصوير المناسب بقدر معين من الإشعاع، لابد أن يكون عندنا برامج للوقاية من الإشعاع. جميل. ففي كل برامجنا مع الوكالة الدولية يكون في عندنا محاضرات وتدريب عملي للوقاية من الإشعاع على أساس نضمن أن نحن نستخدم أقل كمية ممكنة من الإشعاع للمرضى. جميل دكتور. أنا قبل أطرق حق الخطط المستقبلية والبرامج الجديدة اللي أنتوا طارحينها، أبغى أتكلم شوي عن تاريخ الطب النووي. هذا التخصص غني بمساهمات العلماء الموهوبين في مختلف التخصصات، الفيزياء الكيمياء والهندسة وأيضا الطب، وأنت يعني نفخر كونك يعني سيدة إماراتية تخصصتي في هذا المجال، لأن بأمانة نحن نحتاج مثل هذه الكوادر العلمية التي تستطيع أن تتخصص في مثل هذه المجالات. الآن دكتورة أبغي أستفسر عن استخدامات الطب النووي. يا ترى ما هي استخدامات الطب النووي؟ الله يسلم. في البداية أنا أشكر دولتنا على تهيئة كل الأمور اللي تساعد أن إحنا نستقطب الكوادر والمتخصصين في هذه المجالات، يحضرون عندنا في الإمارات ويعطونا هذه الدورات. وأخص بالشكر يعني القطاع الصحي عندنا شاركوا، عندنا جميع الهيئات الصحية عندنا في الدولة شاركت. ولو تسمح لي بس أشكر البعثة الدائمة في الإمارات في فيينا، وأشكر كذلك وزارة الخارجية لفتح المجالات لنا لهذا. بالنسبة لأحدث التقنيات يعني الموجودة، هو في مجال العلاج كان موجود اللي هو اليود المشع من بداية 1940 كان موجود في العالم، ونحن أدرجناه من ضمن العلاج الموجود عندنا يعني في الدولة. فتقريبا أغلب المراكز اللي عندنا في الطب النووي تستخدم تقنية اللي هو العلاج باليود المشع، وعندنا الحمد لله والشكر يعني برامج ممتازة أقدر أقول عنها اللي هي تتعلق بالوقاية من الإشعاع. دكتور أنا ليش أسأل عن استخدامات الطب النووي؟ لأن الاسم الطب النووي شوية يخلي في رهبة وخوف في قلوب الناس. مع أنه بالعكس الطب النووي يعني إذا تكلمنا حين كنت أتكلم عن مجال العلاج في الطب النووي، العلاج في الطب النووي الحين كان مثل ما قلت لك اليود
الحين تطور بحيث أن يكون targeted radionuclide therapy. شو معناته؟ معناته يعني مواد مشعة مركزة جدا، يعني بس تأخذ لك الأنسجة اللي هي متضررة وتركز فيها، فتعالج الأنسجة هذه اللي هي متضررة وتحمي الجسم الثاني، بعكس مثلا العلاج بالأشعة اللي هو تسليط من خارج الجسم يعرض الأجزاء أكثر للجسم للأشعة. صحيح. فصح أن الاسم يعني نووي يرتبط بالحوادث النووية اللي صارت في العالم، لكن إذا يأتي مجال الطب بالعكس هو مركز جدا، يسمى يعني مواد مشعة مركزة ومحدودة في تعطى للمريض. صحيح. يمكن الكشف عن العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب أعتقد والكلى. بالضبط. هو الاستخدامات التشخيصية للطب النووي تصوير جميع أجزاء الجسم، والشيء المميز في الطب النووي يعطيك بالإضافة للتشريح يعني يعطيك كذلك وظيفة، فنحن نقدر ندرس وظيفة القلب وهو ينبض شكل العضلة القلبية تنبض يعني مدى سلامتها، نقدر نشوف الكلى وعملها، فيعطينا وظيفة بالإضافة لتشريح. والحين التقنية هاي اللي تكلمت عنها اللي هي التصوير المركب اللي هو القلب النووي والأشعة عزز من موضوع التشريح في استخدامات الطب النووي. فالطب النووي مميز أنه هو يستخدم للتشخيص، ومثل ما قلت لك يعني لجميع الأمراض تقريبا، جميع من أجزاء الجسم ممكن نصورها، وكذلك للعلاج. جميل. دكتورة، برجع إلى الدورات الإقليمية اللي تقومون فيها، يعني ضمن المشروع العلمي الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللي تركزون فيها على تعزيز البحوث والتعليم والتطوير في مجال العلوم والتقنيات النووية. الآن هذه المنظومة تضم عدد من الدول العربية خلال هذا المشروع اللي يعد من المشاريع العلمية للمنظمة مع الوكالة. أبغى أتحدث عن الأمور المستقبلية، شو اللي عادينا؟ الله يسلمك. نحن في السابق استضفنا 3 دورات من ضمن هذا المشروع، وهي الدورة اللي استضفناها الشهر اللي فات كانت الدورة الرابعة، وكذلك حضرنا دورات أخرى استضافتها دول عربية أخرى، مثلا في الأردن احنا وحضرنا عندهم، وفي قطر كذلك يستضيفون. الدورات المستقبلية إن شاء الله بتكون تكملة لهذا المشروع اللي هو على مستوى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط. خلال هاي السنة كذلك حضرنا اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون، فخطتنا القادمة إن شاء الله بتعزز البرامج التعليمية ومجال البحوث على مستوى دول مجلس التعاون. فاجتمعنا في الكويت شهر فبراير الماضي، وعلى أساس أن احنا حطينا خطة مبدئية أنه يتم استقطاب يعني دورات وبحوث تخص منطقة مجلس التعاون. جميل جميل. دكتور جميل السويدي، مدير المشاريع العلمية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا التواصل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا أخي، شكرا لمساندتكم، وأشكر واجبنا الكرام. واجبنا. شكرا دكتورة جميلة. إذن مستمعينا نكون قد وصلنا إلى الفاصل الثاني. بعد الفاصل مثل ما وعدناكم في بداية الحلقة منسلط الضوء على واحد من المشاريع أو الحملات اللي حقيقة يعني من الحملات المهمة اللي تسعى لها هيئة الصحة في ترسيخها، وذلك من خلال إطلاق حملة كون الأول في التبرع بالدم. ما نتعرف على تفاصيل هذه الحملة من خلال مراسلين اللي متواجدين في قلب الحدث بعد هذا الفاصل القصير، وما نرجع لكم. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. وبادية المسجات تيني، صباح الخير أخوي محمود. الإثنية أنا ذكرتها في الخبر اللي كنت أتكلم فيه عن الزواج، أن له تأثير إيجابي على كل من النساء والرجال، وأيضا كان هذا الموضوع بغض النظر عن اختلاف الجنس والعرق والإثنية. وقلت أنه ما أعرف شيء يعني الإثنية، واحد من المستمعين نزاه الله خير قال لي أن الإثنية معناها أصول من شاركوا في البحث الذين تحدثت عنهم، هل أصولهم أمريكية لاتينية أو أفريقية أو آسيوية أو أوروبية. فجزاك الله خير يا أبو عبد الله. وكان في سؤال أيضا ما لحقنا نطرحه على الدكتورة، اللي هي ما هي سلبيات العوارض الجانبية في استخدام الأشعة النووية لعلاج مرضى السرطان. إن شاء الله بنكون على موعد في المستقبل القريب، بنحاول نستضيف الدكتورة ونطرح هذا الموضوع بشكل مفصل. أيضا يعني مسج بالإنجليزي، أنا ما أدري هذا هل هو حقنا نحن ولا مطرش بالغلط، بس كان يقول قصة حياته يعني اللي سواه البارحة يا عيسى، ما أدري نقوله ولا ما يحتاج، ما يحتاج. زين عموما مثل ما وعدناكم قبل الفاصل قلنا أن بعد قليل ستطلق هيئة الصحة بدبي حملة استثنائية للتبرع بالدم تحت عنوان كون الأول في التبرع بالدم، والتي يروج لها يروج لها عالميا نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو. طبعا أنا يعني شوية بتكلم عن هذه الحملة بس وطرق لموضوع ريال مدريد وبرشلونة. وتستهدف الهيئة من حملتها التي ستبدأ اليوم إن شاء الله تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق أعلى وفرة ممكنة من الدم المخصص لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة. في الوقت نفسه أعدت الهيئة من خلال مركز دبي للتبرع بالدم جميع التجهيزات اللازمة من الحافلات وبنوك الدم المتنقلة لانطلاق الحملة في ربوع عمارة دبي. صاحب ذلك بدء حملة دعائية موسعة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الجغرافية المميزة، حيث تم استخدام النسخة العربية للحملة التي يتولى الترويج لها نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. طبعا هذه الحملة هي حملة سواها لاعب الكرة المعروف رونالدو، ونحن ما نكمل عليها هنا في دبي. عندنا الحملة هذه بتنتقل أو بتبدأ اليوم، فخلونا ما نطول عليكم الكلام، نشوف زميلنا يوسف سعد موجود في أرض أو في قلب الحدث. عموما يوسف خلنا أول شيء صباح الخير، وبعدين خبرنا عن عن متابعتك للحدث على أرض الواقع، خبرنا تفاصيل هذا الحدث، شو اللي عندكم هناك؟ صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين. بالضبط محمود زي ما أنت وضحت للسادة المستمعين أن الحملة كون الأول في التبرع بالدم هي حملة عالمية بيتولى ترويج لها النجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. وديت الحملة في دبي هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط. نعم. يعني الحملة لم تكرر، وعشان دبي وهيئة الصحة متمثلة في هيئة الصحة في دبي تحوز على هذه الحملة وتقودها هنا في منطقة الشرق الأوسط، هي قاصرة على دولة الإمارات بس. نعم. بقول دي الأولى خارج أمريكا، لأن رونالدو سبق وأنه عمل الحملة نفسها في أمريكا. هيئة الصحة في دبي يمكن على مدى شهرين مضوا كان في تواصل هناك مع الشركة المنظمة، وخدت الهيئة حق استغلال كل المواد الفيلمية والمواد المطبوعة والبوسترات الخاصة بالحملة وترجمتها إلى اللغة العربية. الحملة محمود أساسها يعني مبنية أصلا على أساس قوي، وهو قيمة التبرع وقيمة التطوع، وهي جزء من منظومة القيم اللي بيتميز بها مجتمع الإمارات. الهيئة الصحة في دبي بتطلق بعد قليل
حملتها تكون الأول في التبرع بالدم، وهي تمتلك وبتؤكد أنها تمتلك مقاومات نجاح هذه الحملة لأهدافها في توفير العدد الأكبر من كميات الدم، مش هقول المطلوبة لأن مفيش عدد مطلوب محدد، لكن يفترض أن أرصدة بنوك الدم تكون وافية ومتوفرة لا قدر الله في حال أي طارئ. الهيئة تعتمد طبعا في الحملة على رصيد كبير من الوعي المجتمعي، تعتمد على القيم الإنسانية النبيلة اللي بيتمتع بها أفراد المجتمع في الإمارات، ووضعت هذه المقاومات كأسباب نجاح للحملة. بعد قليل هيكون معنا معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة دبي، مجموعة من الشخصيات المعنية والمسؤولة في الصحة، وعبر المؤتمر الصحفي الموسع سيتم الإطلاق والإعلان عن تفاصيل الحملة بشكل رسمي. وفق البرنامج محمود هيتم شخصيات الحضرة هتبدأ بنفسها في عملية التبرع بالدم. هيئة الصحة جهزت مجموعة من الحافلات التي ستنطلق في ربوع دبي لبدء عملية حصد أو تجميع الدم من المتبرعين. جميل. يوسف، أنا أبغي أتحدث عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الحملة. يا ترى شو هي الفعاليات اللي ممكن تصاحب هذه الحملة؟ في مجموعة كبيرة أو من الأنشطة مرتبها مركز دبي للتبرع بالدم، نعم، بالتعاون مع إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة. في بوسترات، في نشرات توعوية وبروشورات، في حافلات هتحمل البوستر اللي هو بيحفز الناس على التبرع بالدم، في حملات تثقيفية توعوية من قبل المتخصصين في أماكن التجمع السكانية، في عند طلبة الجامعات بشكل خاص لحثهم على التبرع بالدم وتوضيح أهمية وقيمة التبرع بالدم وفائدة التبرع بالدم على الصحة بشكل عام، وفائدته من ناحية الإنسانية كقيمة كما قلت محمود إنها متأصلة ومتجذرة في مجتمعنا. صحيح. طيب هاي الحملة بس مخصصة للي يشجعون ريال مدريد ولا حتى اللي يشجعون برشلونة ممكن يسمعوا؟ لا، هي المسألة الإنسانية محمود، بعيدا عن الانتماءات الرياضية يعني. طيب انت ما قلت لي شو انتماءك الحين، وكنت بتتمنى ان يكون ميسي هو بياخذ الحملة، بس كون ان رونالدو بادر بشيء إنساني من هذا القبيل فهو شيء إنساني في الأول وفي الآخر، مسألة إنسانية ما لهاش دعوة بأي انتماءات قروية يعني. يعني أنت بتتبرع اليوم مع كونك برشلوني صح؟ والله هي لا يعني الفكرة إن أنت عندك نمزح معاك يا يوسف بس أسوي سؤال عليك. جماعة البارسا كثير وكده ومشجعينها كتير، لكن المسألة بعيد خالص يكون في علمنا بس محمود، يعني ان عايز بس اقول حاجة للسادة المستمعين، معلومة ان مركز دبي للتبرع بالدم نجح في العام الماضي 2015 في تجميع اكثر من 48 الف وحدة دم، وهذا يعد من الارقام القياسية، بجانب 5149 وحدة صفائح دموية. هذا الدم بغض النظر عن هو مين، رونالدو ولا ميسي أو أيا كان النجم، هو حصيلة عملية التبرع بالدم وتجميع الدم راحة لناس مستحقيها. وأود الإشارة كمان محمود أن ما يتم تجميعه في مركز دبي للتبرع بالدم وهو تابع لهيئة الصحة لا يقتصر توزيعه فقط على المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة، بل على أي مستشفى خاص في دبي فيها حالة طارئة، فيها حالة تحتاج إلى وحدة دم، فالمركز هنا بيخدم إمارة دبي بمستشفياتها الحكومية ومستشفياتها الخاصة. جميل، تأكيد على كلامك يوسف، هي عملية إنسانية. صحيح. تأكيد على كلامك أن مركز دبي تبرع بالدم والمركز التابع لهيئة الصحة الجهة الرئيسية اللي تعمل على توفير الدم
ومكوناته نعم. إلى جميع مستشفيات نعم. الهيئة إلى جانب نعم. 39 مستشفى تابع للقطاع الخاص وأيضا المركز مثل ما هو معروف يعتمد في مصادره على التبرع الطوعي نعم. بالدم بالضبط كمصدر أساسي ووحيد هو التبرع بالدم صحيح. وعايز برضو أشير حاجة لحاجة المحمود لو تسمح لي نعم. هي إن الإمكانيات الهائلة يعني لدى مركز دبي للتبرع بالدم إمكانيات وتجهيزات هائلة وأكثر تطورا في المحافظة على مأمونية وسلامة الدم سواء من حيث النقل أو حفظ الدم بالضبط لأن عملية التبرع وتوفيره بشكل آمن هي الجزء الأصيل اللي حقيقة يعني تنبع منها أهمية التبرع هذا لأن في فرق عمل دلوقتي محمود من مركز دبي للتبرع بالدم جاهزة للانتشار ببدء عملية التجميع بعد المؤتمر الصحفي على طول إن شاء الله الفرق دي فرق مدربة ومؤهلة وبندعي السادة المستمعين وكل من له إمكانية التبرع لا يتردد فالمسألة مسألة إنسانية في محمود عرفتي من الدكتورة مي رؤوف اللي هي مديرة المركز إن وحدة الدم الواحدة للمتبرع الواحد يمكن أن تصل إلى أكثر من مريض مش مريض واحد جميل. يعني إذا كان في واحد يتبرع بوحدة معينة من الدم فهذه الوحدة لا تذهب إلى مريض فقط بس تذهب إلى عدد من المرضى ممن يحتاجون هذه الفصيلة بالتحديد. جميل يوسف إذا 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 في أي بوستر ولا أي شغلة قدامك بس عطني الأرقام تواصل مع المعنيين في هذه الحملة أو كيف الناس ممكن يشاركون في هذه الحملة. هي هو الرقم الهيئة اللي هو 800-342-42 والمواقع السوشيال ميديا وزي ما قلت لك محمود ان المركز في خطته ان هو يذهب الى الناس يعني وده الافضل وده اللي هو معتاد عليه يعني مركز دبي للتبرع بالدم في الحقيقه من مهمته ان هو يصل الى التجمعات اينما كانت ولا ينتظر يعني في هناك بعض افراد المجتمع بيذهبوا مباشره للمركز للتبرع لكن المركز من خلال هذه الحملة بيتوجه إلى الناس إلى المتبرعين. جميل يوسف غدا إن شاء الله بس الله يخليك لا تنسى تشوف لي الدكتورة مي أبغيها تكون معانا إن شاء الله في الاستوديو. مي جاهزة بكرة محمود إن شاء الله للتواصل مع السادة المستمعين وتوضيح المزيد والتفاصيل الحملة وأهم شيء تتحدث فيه الدكتورة مي غدا إن شاء الله هو غير القيمة الإنسانية للتبرع بالدم القيمة الصحية التي تعود على كل من يتبرع بالدم إيه هي الفائدة الصحية التي تعود عليه وإضافة إلى القيمة الإنسانية. جميل زميل يوسف سعد كان متواجد معنا عبر الهاتف من خلال يعني تواجده في فندق جراند حياة الذي سوف يشهد بعد قليل إن شاء الله انطلاق حملة كن الأول للتبرع بالدم. شكرا جزيلا لك يوسف. شكرا شكرا. إذن مستمعينا يعني نحن نتكلم بشكل عام عن مركز دبي للتبرع بالدم هذا المركز اللي يعد واحد من أفضل المراكز المتخصصة دوليا وأيضا هذا المركز حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية اللي هي يسمونها AABB هذا الكلام في عام 2012. أيضا هذه الجمعية يعني الفكرة مالتها أن من أكثر الجمعيات صرامة وتشددا ودقة في مجال الاعتماد الدولي يعني الجودة والفحوص الطبية في المركز على أعلى المستويات. أيضا المركز كذلك مشارك في برامج الجودة الخارجية المعنية بدقة الفحوص اللي تجرى على المتبرعين بالدم وذلك مع واحدة من أعرق الكليات العالمية اللي هي الباثولوجيين الأمريكية كلية الباثولوجيين الأمريكية اللي اختصارها كاب. ليش أقولكم هذا الكلام؟
لأن نحن نتحدث عن قيمة كبيرة في مجال التبرع بالدم. المركز مثل ما ذكرنا هو يعتمد بشكل كبير على التبرع الطوعي أو التطوعي، فهي عملية إنسانية خيرية، معروفين عن شعب الإمارات بشكل عام والمقيمين على هذه الأرض الطيبة اللي تطبعوا بأطباع هذا الشعب المعطاء المحب للخير، أن ما يبخلون بأي شيء عندهم ممكن يساعدون فيه الغير، فما بالكم بأغلى شيء يملك الإنسان اللي هو دمه. لأن بأمانة التبرع بالدم واحدة من أرقى وأحلى وأجمل درجات العطاء. 48,000 وحدة دم جمعها المركز في العام الماضي، رقم مهول يدل على شو؟ يدل على على على, على قيمة ثقافة التطوع والتبرع في هذا المجتمع الصحي. ايضا في شغله ثانيه ترى بعد هذه باكر بنتكلم فيها مع الدكتوره مي ان شاء الله اذا كانت معانا في الاستوديو، على الفرق ما حتى في شغله يسمونه التبرع بالصفائح الدمويه، هذه شغله وايد مهمه بعد ما نتكلم عنها. فالشاهد وين؟ الشاهد ان مجتمع الامارات بشكل عام يتسم بمنظومة مميزة من القيم الإنسانية النبيلة اللي نبغي نلمسها بشكل كبير مع إطلاق هذه الحملة. فأتمنى من الكل يشارك في هذه الحملة، لأن حملة قيمة بغض النظر مثل ما قال يوسف يعني عن انتمائك لبرشلونة ولا ريال مدريد ولا غيره، بس الحملة قيمتها الإنسانية عالية يا جماعة الخير. ونحن مجتمع يعني إذا ما نتكلم عن المؤشرات الإحصائية والمعدلات المتصاعدة للتبرع بالدم، يعني مجتمع واعي بقيمة التبرع، عارفين مستوى المسؤولية الرفيع اللي وصلنا له. فهذه الأرقام اللي تحققت ما تحققت من فراغ، وإنما للأمانة لأن نحن متأكدين أن هنالك الكثير من المستمعين من الجمهور اللي يعي أهمية التبرع بالدم. أنا لست برشلونيا ولا مدريديا، كنت أتمنى أن تكون الحملة مرتبطة باسم وحضور أحد أطبائنا المميزين وهم كثيرون، منهم دكتورة ذكر مجموعة أسامي. يعني الحملة هذه عالمية، ما يمنع إذا كان في اسم عالمي موجود أن يشارك في مثل هذه الأمور. أنا أتصور يعني الكل فيهم الخير والبركة، يعني حتى الأسامي اللي ذكرتها كلهم فيهم الخير والبركة، لكن يعني ما يمنع أني أنا أتوجه بأسماء عالمية موجودة، ليش ما أستغلها؟ يعني أنا أقول لك حتى من بين أكثر الداعمين لنا للأمانة أو الداعمين لحملات التبرع بالدم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، يعني قدم نموذج للعطاء في هذا المجال ودائما ما يدعم كل الحملات. فخلونا نطلع شوية من بوتقة التشخيص لمثل هذه الحملات، خلونا نطلع شوية للعالمية، نحاول نرسخ مثل هذه المفاهيم. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة مميزة سوف نسلط الضوء فيها كثيرا على هذه الحملة وعلى مختلف المواضيع الخاصة بالتبرع بالدم. فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج كان معنا الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق لخت أشواق مسعد، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. هذه تحياتي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.